اليوم راح نستعرض لكم موديل من شركة West End Watch Company. الموديل اليوم راح نستعرضه كالعادة راح يكون Classic Heritage. طبعا تصنيف الموديل اللي راح نتكلم عليه اليوم راح يكون بريما داي انديت. راح يكون استعراض الساعة كله وجميع تفاصيلها بشكل مختصر وبسيط وجميل ومختلف. نتمنى طبعا قبل البدء في الفيديو دعمكم لنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك والسبسكرايب وايضا تفعيل زر الجرس لكي يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله صباحكم او مساكم كل خير. معكم OWB Watch. اليوم طبعا راح يكون عندنا استعراض بنظام الانبوكسينج وراح يكون بسيط خفيف لطيف، وايضا هذه الساعة اللي اليوم راح نستعرضها راح تكون امتداد لساعات قد استعرضناها من قبل. طبعا حساباتنا راح تكون موجودة معكم على الشاشة. نتمنى منكم انكم تدعمونا بالاشتراك بالقناة سواء عن طريق قناة اليوتيوب او عن طريق قناة الانستغرام، وايضا ضغط على زر اللايك والسبسكرايب وايضا زر الجرس على اساس يوصلكم كل شيء جميل وجديد. اليوم راح يكون شوية فيديو مختلف. بنبتدي اول شيء نستعرض استعراض اولي ومبدئي، بيكون طبعا اللي هو استعراض للساعة ككل. مبدئيا راح نستعرض البوكس مثل ما احنا شايفين، بيكون استعراض بسيط بالإضافة طبعا إلى استعراض أيضا للساعة بشكل بسيط، وراح نستعرض الساعة بشكل أولي ومبدئي. طيب. أوكي. هذه هي الساعة طبعا تكون موجودة معنا. طبعا مثل ما احنا شايفين تفاصيلها جدا جميلة رايقة صراحة. طبعا مثل ما تعودنا أول شيء راح نشيك على القطعة هذه اللي هو قطعة القفل. بالنسبة طبعا لقطعة القفل مثل ما احنا شايفين راح تكون قطعة عادية بيسك مثل ما قلنا من قبل. الساعة طبعا 100% راح تكون بيسك. بالنسبة لقطعة البانز مثل ما احنا شايفين البانز راح يكون يعني بسيط، برش بسيط، يعني بدنا نقول ساعة معمولة حلو، يعني ما راح نقول واو بس ساعة معمولة حلو. طبعا بالنسبة للزوايا مثل ما احنا شايفين راح تكون بهذه الطريقة، وايضا راح تكون يمينة بهذه الطريقة مثل ما احنا شايفين. طبعا ايضا عندنا هنا الصقل، تمام اوكي. ترى البوكس مرة إليجنت ومرة جودته مرة حلوة. طبعا هذا للي يتكلم ان في بوكسات ثانية، لا هو البوكس اللي راح نقدمه هنا هو هذا البوكس. ترى بوكس انيق مرة، يعني ينفع هدية، ينفع بتجمل شخص فيه، بيكون بوكس رائع جدا، الكواليتي فيه حلو، خشب مع ورق، فجودة البوكس من البداية بتكون مرة حلوة. طبعا بالنسبة للتفاصيل الخاصة بهذه الساعة راح يكون معنا طبعا الموفمنت بالنسبة للكاليبر نمبر بتكون 2834/2 ETA. اما بالنسبة لنوع الماكينة المستخدمة بتكون طبعا اوتوماتيك هاند وايندنج وسيلف وايندنج. اما بالنسبة للاكيروس بيكون من 0 الى 15 ثانية بير داي. ايضا الباور ريزيرف بيكون 42 ساعة، وعدد النبضات بالساعة بتكون 28800 نبضة في الساعة. فيها انتي شوك كانتي شوك سيستم، بالاضافة طبعا الى هاكينج، وايضا راح يكون عندنا المعدن المستخدم اللي هو ايفر برايت مطور برضو من شركة ويست اند، وايضا راح يكون عندنا زجاج اكريليك. ايضا بالنسبة لللومن برايد، اللومن برايد بيكون طبعا في الهاندز وايضا بيكون في الاندكس او الارقام بمعنى اصح. ايضا بالنسبة لمقاس الكيس معنا بيكون طبعا مقاس الكيس الثكنس او السماكة بتكون 13، الديميتر من 3 الى 9 بيكون 37، اما بالنسبة لق تو لق من اعلى زاوية الكيس الى اسفل زاوية الكيس طبعا بتكون 42، الوزن التقريبي للساعة راح يكون 210، اما بالنسبة طبعا للووتر ريزيستنت بيكون 5 بار او 50 متر كمقاومة للماء. نترككم الان مع استعراض ايضا عن قرب وعن كثب، بيكون استعراض ثاني وبيكون استعراض شوية مطول عن الاستعراض الاولي اللي احنا تكلمنا عليه.
الآن طبعا راح نختبر الإضاءة الليلية معاكم، وبتشوفون الإضاءة الليلية مرة روعة مرة روعة. شفنا الإضاءة الليلية مع بعض وشفنا مزاياها، أتوقع أنكم استمتعتوا بالإنارة الليلية اللومن مع الأرقام مع الهاند. الساعة هذه جبارة والله العظيم، ما لها حل يعني صراحة، شكلها مرة حلو. طبعا هذا شكل الساعة في اللبس، طبعا شكلها مرة حلو أنيق مثل ما احنا شايفين. طبعا يعرف مقاس يدي من قبل، انا نوهت مقاس يدي بتكون كساعة مقاسها 42، هذه بتكون 37 بالنسبة للمقاس، فبيكون شكلها مرة حلو. طبعا لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، لا تنسونا والاشتراك طبعا في القناة، دعمكم جدا حافزنا. استعرض الموديل اللي هو راح يكون 50 27 20 23 32 R. شفنا التفاصيل الخاصة بهذا الموديل، جماليته ومميزاته، وأيضا أبرز العيوب وأبرز المزايا. ومثل ما أفدناكم من قبل، الموديل راح يكون بيسك ومن الفئة المتوسطة. طبعا بالنسبة لسعر الساعة شامل الضريبة وشامل التوصيل داخل المملكة العربية السعودية راح يكون 1590 ريال. طبعا لو كان التوصيل لأي دولة ثانية راح يكون في فارق بسيط، طبعا هذا بيكون على حسب الدولة اللي احنا راح نوصل لها، لأن احنا عندنا شراكات مع شركات جدا مميزة بيعطونا أسعار مرة كويسة. طبعا بالنسبة أيضا للسعر ملحوظة، السعر ممكن يرتفع ممكن ينزل لحاجتين، للضريبة أو ممكن يكون الساعة تكون مثلا تجينا من موردين، فممكن تكون السعر أعلى أو السعر أنزل. بالنسبة طبعا للضمان لهذه الساعة بيكون عندنا سنتين، سنة بتكون من OWB Watch، راح تكون كسبورت للسنة الأساسية اللي هو طبعا من شركة وست أند. وست أند طبعا تعطينا سنة انترناشونال بأي مكان بالعالم، بيكون في عندنا طبعا اللي هو دعم لها. طبعا بالإضافة أنه راح يكون الضمان يشمل اللي هو الماكينة، لو لا سمح الله حصل إشكالية، حصل حاجة، وقفت عليك الساعة، بالإضافة طبعا إلى الووتر ريزيستن أو بالنسبة لمقاومة الماء. أيضا بالنسبة للإكسسوارات اللي راح تجي مع هذا الموديل، بيكون معانا طبعا اللي هو بوكس جميل احنا استعرضناه من بداية الفيديو، بالإضافة طبعا إلى البوك مانيوال الخاص طبعا بالماكينة، وراح يتكلم عن أبرز المزايا الخاصة فيها، بالإضافة طبعا إلى راح يكون عندنا كتالوج. فكرة الكتالوج انه راح يكون في أبرز الإصدارات السابقة وأيضا الحالية والمستقبلية، وأيضا نتكلم عن تاريخ الساعة العريقة. يبقى الآن رأينا الشخصي. بالنسبة طبعا لرأينا الشخصي، احنا قد تكلمنا فيه أكثر من مرة، بالذات هذا الموديل. فرق هذا الموديل بحاجة بسيطة، اللي هو شنو، اللي هو فكرة اللومن أو الأرقام. صراحة اللومن أو الأرقام أنا عجبتني بالذات في الإضاءات الليلية، يعني احنا لما نتكلم على ساعة معتمة بالليل، فأنا أقول هذه الساعة من جد ما لها حل، لأن الأرقام وهي مضيئة مرة جميلة جميلة جميلة. طبعا هذه تنفع لكبار سن، لأنهم دائما يبغون حاجة فيها مشعة أو إنارة ليلية، أو تنفع لأشخاص يحبون الموديل هذا الكلاسيكي. طبعا الموديل هذا الكلاسيكي ممكن لو بنطقم معه ناخذ معه قلم لونين، أو ناخذ كافلينج أو كبك لونين، فبتكون الفكرة جدا جميلة، ونقدر نقدمهم حتى كهدية مع بعض. ممكن نحطهم في بوكس كبير، أو ممكن نحطهم مثلا بشريط ونحط الجميع مع بعض. بتكون هذه هدية لشخص كبير سن، بتكون هدية لشخص قيم أنت حاب تهدي، أنا راح أنصحك بهذه الساعة الجميلة. لأي سؤال أو استفسار نتمنى منكم التواصل معنا عن الأرقام اللي موجودة على الحسابات. أتمنى فيديو اليوم يكون أعجبكم، شكرا لكم حسن المتابعة، ونتمنى لكم ليلة سعيدة وأمسية ممتعة، في أمان الله.